حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مستمرين مع الهوت ويك مع AMB وطبعا الأوفرز المهمة جدا على طرازات المازدا معنا الأسبوع وأيضا طرازات أوبل وفورد اللي هن تحت رعاية أو تحت مظلة AMB بلبنان. توني عبدو هاي عبدين ما بعد شركة AMB. حرارة 32 درجة، يعني عم نستفيد، عم نعمل مبلغ معين بكل سيارة حسب شو هو. أكيد نضربه ضرب أكيد بالحسابات، مش ضرب بعد بحرارة التأس نحصل على افضل اوفر. قد ايه اليوم السعر المحطوط على المازدا سي اكس 3 اللي معنا بالاستوديو؟ الاوفر هو ذا هوتر ذا وذر ذا هوتر ذا اوفر، يعني كل درجه حراره في مقابلها على السي اكس 3 35 دولار، يعني اذا بدنا نعتبر انه هون عم تحكي ب 30 ضرب 35 بس صارت 40 درجه الحراره، بيصير المبلغ 1400 دولار، ممكن يكون عم بيزيد اكثر. هيدا هلا نحن بهذا الاوفر بتكون الحراره هي عم تحدد لك البنفيت تبعك، عم تحدد لك قد ايه بتاخذ ديسكاونت. تركينا للطبيعه لحتى يكون العالم هيك مبسوطه وما حدا عم دائما بنقول طاعوا بطاقه الظهر على الوحده الثنتين يعني تكون الحراره اعلى شيء ممكن تستفيدوا من اعلى اوفر اليوم مع مازدا. توني سي اكس 3 بلون ملفت جدا معنا اليوم، شو اسمه هذا اللون؟ هذا الديب كريستال بلو اللي هو لون كثير حلو على السي اكس 3 بالاخص، على كل سريه المازا عم يكون حلو جدا. ملفت للنظر بالفعل، وهي سياره مضبوط اس يو في، ميني اس يو في فور ويل درايف، بس بنفس الوقت عم تشوف فيها لاينز سبورز، يعني عم نحكي بالرير لامبس من ورا عم بيكونوا متناسقين مع الكودو ديزاين اللي هو بالواجهه، خاصه الحمايه اللي عم نشوفها باللون البلاك المات لابقه كثير مع لون السياره طبيعي. وايضا الشارك انتين الموجود على سقف السياره عطيها طابع رائع مع الدبل اكزوست من ورا، كثير شكله حلو. جانت اليوم السياره قد عم جانت 18 انش عم يكون 2 تون، بنفس الوقت عم نشوف هاللاينز اللي هن ستريت لاينز لو روف عم يكون موجود ليعطيها طابع رياضي، وهي سياره مضبوط طابع رياضي بامتياز، يعني بس سوقها كمان رح تحس بالبرفورمنس المهم فيها. وسيستم الفور ويل بيركب اوتوماتيكلي بس تكون بحاجه اكيد، الطريق وعره اوتوماتيكلي بيركب بالسياره من دون ما نحن نتحكم فيه. توني رح ننتقل معك لداخل الـ CX3 ونشوف أبرز الأوبشنز الموجودين داخل السيارة الحلوة. تعالنا لداخل المازدا CX3 وأكيد رح نكتشف مع توني أبرز الأوبشنز الموجودين بالسيارة. أولاً حلو كتير هالتابلو المطعم بالجلد وستيتشنج الأبيض. توني عم تكون اكيد اللذر عم بيكون هاف لذر هاف كلوث، عم بيكون المقاعد كمان مثل ما دائما عم نذكر فيهم فوم لحتى يستوعبوا الفايبريشن تبع الطريق، سسبنشن مات كمان لحتى يكونوا عم يريحوا الشخص اللي قاعد خاصه وجع الظهر المسافات الطويله. عم نحكي بسكرين على اون ذا توب اوف ذا بانل كمان لنكون مركزين على القياده، نتحكم فيها بالفويس كوماند كمان لنقدر نطلب بلاي ليست كونتاكت بيرس بلوتوث اكيد. تيبترونيك 6 سبيد، عم نحكي بسبورت باتن لحتى تقدر تستعملها كتزيد البرفورمانس كمان توقف تثبت السياره اذا كنا بطلع ما تكر لورا، والكتريك بريك اسيست كمان على الهاندل بريك وكوماندر لتتحكم بالشاشه. ممتاز، يعني كل الاوبشنز اليوم نحن فيهم بالسياره موجودين طبيعي. خاصه انظمه السلامه موجودين ايضا بهالسي اكس 3 الحلوه كثير. رح نتابع حديثنا توني، نرجع نحكي بالديل عن كمان الهوت اوفر الموجود واكيد نحكي شوي برفورمانس السياره. حديثنا مع مستر توني عبدو مستمر بهالحلقه من اوتوفوكس عن السي اكس 3 والاهم عن الهوت اوفر الموجود اليوم مع مازدا. توني 32 درجه 35 دولار ضرب 32، يعني فوق ال 1000 دولار 1100 دولار تقريبا عم نحصل على خصم على السي اكس 3 اوتوماتيكلي. بقى بنرجع بنقول تعوا بطاقه الظهر يكون الحراره حوالي ال 40، اذا وصلت انطرش نهار كثير كثير شوب تستفيدوا من اعلى اوفر اليوم على السيارة. نحن اليوم ما كانت العالم تقول ان شاء الله تكون الحرارة عم تنزل، اليوم كل العالم تقول ان شاء الله الحرارة تطلع عم تستفيد مع مازدا اكيد. نحكي بس برفورمانس سريعة قبل ما نختم عن السيارة، اليوم المازدا 3 بمحرك 2.0 مزبوط، عم نحكي 4 سلندر 2.0 سكاي اكتيف انجن مع 150 هورس باور، الفور ويل بيركب فك اوتوماتيك لحتى الشخص اللي عم يسوق ما يتلبك، وخاصة اذا شخص عم يسوق جديد، خاصة عندنا كمان بلبنان كواع وطلعات وهيك. بقى هي السيارة اكيد رح تكون هي السيارة الخمس سنين اللي قادمين لشخص بده يريح باله بالميكانيك وبكل شيء وبالتكنولوجيا اللي هي موجوده بالسياره. توني بتشكرك على وجودك معنا، اكيد تيست درايف افيلبل على الرقم اللي عم تشوفه باسفل الشاشه تجربوا السياره قبل ما تقرروا تشتروها بطبيعه الحال. نشوفك اكيد بحلقات مقبله، بكره حلقه جديده وسياره جديده، الى اللقاء.
حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك ونصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.